ديبلي يطلعنا على آخر الأنباء والاحتجاجات هناك. سرمد بداية أهلا بك، رغم الأمطار وبرودة الأجواء، هل ما زال المتظاهرون مصرين أو مستمرين في الوقت نفسه بالبقاء حتى تحقيق المطالب بعد الأحداث التي شهدتها الساحات هناك يوم أمس؟ تفضل. الترقب يبدو واضحا في ساحة التحرير وكذلك المناطق المحيطة بها، على اعتبار ما جرى ليلة أمس من تصعيد أمني يعني ملحوظ بطبيعة الحال. هذا انعكس على الأجواء هنا في ساحة التحرير، لاحظنا وجود عدد من اللجان التفتيشية التي لم تكن موجودة في سابق أيام وفي سابق أوقات، الآن بدأت تأخذ أماكنها في عدة مساحات أو عدة مناطق من ساحة التحرير. نتحدث عن النفق، هناك مفارز لتفتيش الراجلين وكذلك المناطق القادمة من السعدون، الطيران، حتى السنك، إضافة إلى الداخلين إلى ساحة التحرير من جهة أبي نؤاس. هذا يتزامن مع انخفاض ملحوظ بأعداد المتظاهرين، ربما بسبب طبيعة الأجواء أو يعني ترقب بطبيعة الحال أو ردة فعل على ما جرى ليلة أمس. لكن هذا بالنهاية يقول المتظاهرون بأنه شيء وقتي، ستعود الأمور إلى مجاريها في ساحة التحرير، ستعود الأعداد كما يقولون. هذا جانب. الجانب الآخر، قبل قليل كانت هناك مسيرات بينية يعني الذين سقطوا في أحداث أمس، كذلك أيضا يعني شاهدنا تشييع لعدد من الضحايا في ساحة التحرير، تشييع حي يعني ليس رمزي، تشييع حي للضحايا الذين سقطوا في أحداث أمس. ربما هذا أبرز تطور يعني تحمله الساحة حتى هذه اللحظة، عطفا على وجود تنظيم بدأ ملحوظا جدا من قبل أصحاب القبعات الزرقاء بمعية أطراف في ساحة التحرير أيضا من المتظاهرين الذين يعني هم أيضا شكلوا لجان تنظيمية طبية وأمنية أيضا لمعاونة هؤلاء من أجل إدامة الحفاظ على ساحة التحرير من أي ثغرة ربما أو من أي خرق، إنجاز الوصف أن نطلق عليها لفظة خرق بالنسبة لساحة التحرير، أو على الأقل هي تؤثر بشكل ملحوظ أو بطريقة ما على سير التظاهرات في ساحة التحرير والمناطق الأخرى. طيب سرمد، الأحداث التي جرت يوم أمس ارتفعت إلى 155 ما بين شهيد وجريح، وهناك تمديد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كل هذه الأمور، ما هو الوضع الآن في ساحة التحرير والخلاني والمناطق المحيطة بها بعد هذا اليوم الدام التي شهدتها؟ لا كنت تتحدث يعني لم تبين طبيعة السؤال جيدا، لم أسمع السؤال كاملا، لكن على أي حال ربما أنت تتحدث عن ما بعد حادث أمس من الناحية الأمنية. هناك لجان شكلت في كل الأزقة أو الشوارع المحيطة أو المنافذ المطلة على ساحة التحرير، وكذلك السنك أيضا للأحرار. نتحدث الآن عن استعادة المتظاهرين لكل المناطق التي فقدوها ليلة أمس وصولا إلى ساحة الجسر الأحرار، تحديدا تلك المناطق يعني لحد المنطقة الواصلة من شارع الرشيد باتجاه البنك المركزي. هناك أيضا عاد المتظاهرون إلى أماكنهم، لكن نتحدث عن نقطة مهمة جدا، بأنه ما يحدث في جسر الأحرار أو ما يحدث على جسر الأحرار ليس كما يحدث في ساحة التحرير من ناحية التنظيم اللوجستي وكذلك استقرار المتظاهرين. هناك أتحدث عن الخيام والسرادق وما إلى ذلك والمفارز الطبية، كل حالات الإغماء، كل حالات العياء، كل حالات الإصابة تنقل إلى الخط الخلفي هنا في ساحة التحرير أو تنقل إلى المستشفيات مباشرة عبر طرق أخرى، لكن هم يستخدمون بطبيعة الحال شارع الرشيد باتجاه أبي نواس ومن ثم التوجه إلى الكرادة دون المرور بساحة التحرير إلا نادرا، إلا إذا كانت الأعداد قليلة يعني أو تسمح بمرور السيارات. هذا جانب، لكن بالنهاية هم يستخدمون ذلك الخط لسرعته وكذلك لسرعة إخلاء المتظاهرين. هذا 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 جانب. الجانب الآخر، المفارز الأمنية الآن بدأت بتتضاعف بشكل ملحوظ. نتحدث عن شارع الرشيد على مبعدة أمتار بين اللجنة وأخرى، كذلك السنك أيضا يعني المنطقة الفاصلة أو تحديدا المدخل بالنسبة من ساحة الخلاني إلى ساحة التحرير
هناك عدة مفارز أمنية نصبت على ذلك الشارع من أجل يعني التفتيش، وبطبيعة الحال بتفتيش للمارة والراجلين وما إلى ذلك، وحتى عجلات التوك توك التي تستخدم هنا أو التي تعمل هنا كذلك، حتى تفتش يعني جميع حقائب الداخلين. طيب على وجود عمليات مستمرة بالنسبة لي. طيب هذه اللجان التي ذكرتها سرمد، يعني هل هي من قبل الحكومة أم من قبل المتظاهرين؟ العشوائي في ساحة التحرير تفاديا لأي أحداث. أكرر عليك السؤال مرة أخرى سرمد، هذه اللجان التي ذكرتها يعني هل هي من قبل الحكومة أم من قبل المتظاهرين؟ على أي حال يبدو أن نعم الأجواء الأمنية، يعني نتحدث عن قيادة عمليات بغداد قالت بأنه هناك تفضل أكمل سرمد. على أي حال زميل سرمد الفضل مراسلنا من ساحة التحرير، شكرا جزيلا لك على جميع المعلومات التي يعني تحدثت بها وأدليت بها في الرشيد عبر حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.